تمت دعوتنا على المغرب من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف. بصراحة كانت تجربة جميلة بالنسبة لي أزور المغرب، بلد جميلة مليانة حضارة مليانة ثقافة، تعرفت على الشعب عن قرب، تعرفت على المدن والطبيعة والهندسة المعمارية الحلوة الموجودة في البلد. التقينا بإعلاميين، تبادلنا الخبرات يعني حكينا عن فلسطين. الأشياء الحلوة اللي لمسناها حب الشعب المغربي للفلسطينيين، اهتمام المؤسسات المغربية في القضية الفلسطينية. كانت تجربة كثير يعني جميلة، وبصراحة كان يعني أثلج قلوبنا بالاستقبال الحلو، بقديش عن جد بيحبوا الشعب الفلسطيني. تعرفنا على كثير مؤسسات مغربية، بصراحة مهم جدا نضلنا على تواصل معهم لحتى نضل نطور يعني من المواضيع اللي يعني بنعملها عن فلسطين، سواء كانت بالإعلام أو بالأفلام أو بالأعمال اللي بتقدمها المؤسسات جوا فلسطين. فكانت تجربة جدا جدا يعني ثمينة، وشكرا لكل شخص كان جزء من هذه التجربة. برنامج زيارة لمملكة المغرب اللي منظمة كانت من بيت مال القدس حقيقة كانت مثمرة جدا، يعني البرنامج منوع ومنظم ومليان في الزيارات الرسمية والزيارات السياحية، فكان هيك عبارة عن توليفة متنوعة من الزيارات الرسمية المهمة إلنا كفلسطينيين للتعبير عن قضيتنا وحمل هاي الرسالة الوطنية الخاصة بالفلسطينيين والمدينة المقدسة. وعلى الجانب الآخر كانت زيارة يعني مليانة في الشغف وال يعني والحب للمعرفة لهاي المملكة الرائعة، شعباً ومدينة ومدن تاريخية مليانة حضارات وثقافات، صراحة يعني أثلجت قلوبنا في محبة الشعب المغربي، استقبالهم إلنا في كل الأماكن، وتحديدا هاي الزيارة اللي تزامنت مع انعقاد مجلس وزراء الإعلام العرب لبحث قضية دور الإعلام في دعم الهوية الحضارية لمدينة القدس. هاي نقطة جدا هامة، العديد من وزراء الإعلام العرب وكذلك الصحفيين والسياسيين والمؤثرين على حد سواء جاءوا للمغرب للحديث عن المدينة المقدسة، عن القضية الفلسطينية، وهذا كان شرف لنا إنه نكون جزء من هاي التجربة والمشاركة في هذه الندوة اللي تداولت كيفية التركيز على دعم الهوية الحضارية والثقافية لمدينة القدس ونقل هذه الرسالة للمدينة وكذلك للمقدسيين. تجوالنا في المدن المغربية حقيقة كانت غاية في الجمال، غاية في الحضارة كدولة عربية. سعدنا جدا بهذه الإنجازات على كافة المستويات، المستوى الاقتصادي، صناعة الطيارات، ما زالت تعلق في رأسي جملة قالها أحد المسؤولين، وهي في كل طائرة حول العالم يوجد جزء من إنتاج مغربي، وهذا جدا فخر لنا. كذلك تجربة قطار البراق اللي هو الأول في القارة الإفريقية، مدينة شفشاون اللي المدينة الزرقاء اللي يعني استمتعنا فيها جدا كمدينة حضارية بشعب بسيط تعكس هوية ثقافية وحضارية. يعني فعليا كتير في مدن عربية بتحبنا وبحبوا القدس، بس ما منشوفه على أرض الواقع، ما منلامسه. وكالة بيت مال القدس لمستنا هذا الحب من ناحية الأفعال، يعني مش دعم مكتوب، لا شفناه على أرض الواقع، والحلو في دعمهم أنه بقدموه من حب بدون مجاملات. فأنا بشكرهم على هذا الدعم، وبشكر هذه الوكالة كمان على أنها بتتيح الفرص كمان مش بس لإلنا كمؤثرين وإعلاميين، لأطفال من المخيمات الصيفية قد ممكن تطور من شخصيتهم. فزيارة كتير حلوة، حبيت المغرب، وهي مش بس الزيارة الوحيدة، هاي راح تخليني أزور المغرب مرة ومرتين وثلاثة. وشكرا كتير لوكالة بيت مال القدس الشريف على هذه الاستضافة والدعوة اللي كانت أكثر من رائعة. ومن ناحية الاستضافة كانت أكثر من رائعة، يعني حسيت جد فعليا أنه أهلي، ودائما كنا نسمع إحنا عن حب المغاربة للفلسطينية،
بس يعني كنت حابب أعيش التجربة هذه وأشوف هل هذا الإشي حقيقي أم مجرد عبر السوشيال ميديا. فلما جيت على المملكة المغربية بقدر أحكي لكم إنه كل هذا الحب حقيقي، لأنه صارت عدة مواقف معاي أثبتت إنه الشعب المغربي بحب الشعب الفلسطيني.